سورة القدر وليلة القدر، وهي ليلة عظيمة سنكتشف فيها بعض الحقائق التي ذكرها القرآن. فالأرزاق تقدر فيها. لماذا سميت ليلة القدر أيها الأحبة؟ لأن رزقك أيها الإنسان يكتب في هذه الليلة. نحن نعلم أن كل مؤسسة، كل شركة، كل منظومة اقتصادية لديهم يوم في السنة يقومون فيه بجرد الأعمال التي تمت، بمراجعة الحسابات، تخطيط لسنة قادمة. فأنت أيها الإنسان كل سنة تمر بليلة، بليلة هي ليلة القدر. أولا يمكن أن تغفر ذنوبك كلها في هذه الليلة، ويتم كتابة أعمال جديدة لك في هذه الليلة. طبعا الإنسان يختار أعماله، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يجد أن عبدا من عباده يلتجئ إلى الله في هذه الليلة، الله يقربه ويكرمه أيضا. تماما مثل إذا كنت في شركة مثلا، تجد أن هناك أناس يحاولون التقرب من صاحب هذه الشركة للحصول على ميزات، مع العلم أن ليس كل الناس يستطيعون التقرب من صاحب الشركة، ولكن الله عز وجل برحمته وكرمه أعطى فرصة لكل واحد من البشر أن يتقرب منه في هذه الليلة. لذلك الله تبارك وتعالى حدثنا عن هذه الليلة وقال هي خير من ألف شهر، وسميت ليلة القدر، ليلة تقدير هذه الأعمال. أيها الأحبة، الأمور تفرق فيها أيضا، فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني أنت لديك ضائقة تمر فيها، لديك مشكلة لا تحل، لديك مرض مستعصي مضى عليه سنوات، مزمن لم يجد له الأطباء علاجا. ترقب هذه الليلة واسأل الله أن يقدر لك أمرا يكون فيه الشفاء. فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن الأمور تفرق وتفصل في هذه الليلة المباركة. فكل إنسان أحبتي في الله له حاجة عند الله، سواء مرض، سواء الرزق، سواء إنسان ضاق صدره بهذه الدنيا، لديه هم معين، لديه مشكلة معينة، يغتنم هذه الليلة، لأنها ليلة القرب من الله، ليلة اللقاء مع الملائكة. هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة إلى الأرض، وبالتالي فإن هذه الليلة إذا لم تغتنمها أنت خسرت الكثير من عمرك، خسرت الكثير من الميزات التي ستحصل عليها إذا أدركت هذه الليلة واجتهدت بالدعاء والتوجه إلى الله والعمل الصالح. الرحمة توزع في هذه الليلة أيها الأحبة، الرحمة توزع، وهذا بنص القرآن أيها الأحبة. السلام يعم فيها أيضا بنص القرآن، سلام هي حتى مطلع الفجر. الملائكة تتنزل في هذه الليلة العظيمة أيها الأحبة، وأمور العباد تقدر فيها. لذلك أنت ينبغي أن تعتبر أن هذه الليلة هي ليلة العمر، إذا لم تدركها خسرت الكثير. هذه الليلة أخي الحبيب تستطيع أن تدعو الله بما شئت، تستطيع أن تنتظر رحمة الله فيها، تنتظر نزول الملائكة. الملائكة تحف الإنسان الذي يدعو الله في هذه الليلة، بل الله يستجيب دعاءه سبحانه وتعالى. لذلك الدعاء الذي لا يرد، دعاء لا يرد، ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخي الحبيب، انظر معي، هذا الدعاء الذي لا يرد. أي دعاء تدعو به لا يرد، ولكن بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ الإخلاص لله. أخلص لله وادعو الله بما شئت، سيستجاب دعائك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول، أعطانا أشبه بمعادلة رياضية، قانون كوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، معادلة رياضية. تدعو الله تضمن استجابة الدعاء. شرط الاستجابة الإخلاص. يعني جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أوصني ولا تكثر لأحفظ. أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أو أربع كلمات فقط. احفظوا هذا الحديث أيها الأحبة، يلخص الدين كله. لخص حبيبنا عليه الصلاة والسلام الإسلام كله في هذه الكلمات القليلة. قال له أخلص دينك لله يكفك العمل القليل، أي أخلص عبادتك وعملك ودعاءك لله يكفيك العمل القليل. قليل من العمل يكفيك، يعني قليل من العمل تقوم به في ليلة القدر
وبإخلاص وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى سيكفيك الله شر بقية حياتك وشر الدنيا وشر الآخرة. لذلك أخي الحبيب، الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر وعلمنا هذا الدعاء: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. كرر هذا الدعاء بالإضافة لأدعية القرآن والأدعية النبوية: رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني واشفني وارفعني واجبرني. أدعو الله بما شئت وسوف يستجيب الله لك، ولكن بشرط الإخلاص، بشرط أن تتوجه إلى الله وأنت واثق أنه سيجيبك، لا أن تثق بالبشر وتثق بالمخلوقات الضعيفة وتنسى رب العالمين سبحانه وتعالى. كم ثواب قراءة القرآن في هذه الليلة! انظروا أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذن أنا لدي معادلة حددها النبي عليه الصلاة والسلام، أن الحرف الواحد بعشر حسنات، يعني عندما تقول باسمي 30 حسنة، الله 40 حسنة، أربعة أحرف 40 حسنة، الرحمن 60 حسنة، الرحيم 60 حسنة، 190 حسنة، خلال 3 ثواني تقولها بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. في ليلة القدر أخي الحبيب، العشر حسنات هذه ستساوي 300 ألف حسنة، لأن الله تعالى يقول ليلة القدر خير من 1000 شهر. طبعا أنا وضعت إشارة يساوي، يجب أن أضع إشارة أكثر، أكثر، قال خير، لم يقل تساوي 1000 شهر، قال خير من 1000 شهر. إذن كل حرف تقرأه من القرآن تأخذ به أكثر من 300 ألف حسنة، كأنك قرأت أكثر من 300 ألف حرف. هنا ملمح بسيط أيها الأحبة، كم عدد حروف القرآن؟ عدد حروف القرآن حسب الرسم العثماني الأول 322,604، يعني 300 وشيء، 300 ألف وشيء، يعني أكثر من 300 ألف حرف حروف القرآن. إذا قرأت حرفا فكأنما قرأت القرآن كله، فتصور بمن يقرأ جزءا في هذه الليلة أو يحيي هذه الليلة وهو يقرأ القرآن أو يستمع إلى القرآن، لأن أجر الاستماع ربما يكون أكثر من أجر القراءة، لأن القضية قضية تدبر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ من المصحف، كان يستمع من سيدنا جبريل عليه السلام، وبالتالي أجر الاستماع أيضا. إذا استمعت لحرف من القرآن تأخذ 300 ألف حسنة وأكثر، فتخيل من يجعل القرآن دائما في بيته 24 ساعة كم يأخذ من الأجر. إذن هذه القضية ينبغي ألا ننساها أيها الأحبة، لأن الثواب عظيم 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 لدرجة لا يتصورها عقل. لذلك سميت ليلة القدر، قدرها كبير لا تستطيع أن تتخيله بعقلك أيها الإنسان. الآن أيها الأحبة، لماذا أخفى عنا الله موعد هذه الليلة؟ كما قلت لكم، هذا دليل محبة الله لنا سبحانه وتعالى. فعندما أخفى عنا موعد هذه الليلة أراد منا أن نعمل أكثر، أراد منا أن نجتهد أكثر، تماما مثل الأستاذ في الامتحان يخفي عنك الأسئلة. لماذا؟ يستطيع أن يقدم لك السؤال والجواب، لا، أخفى عنك هذا السؤال الذي ستخضع له في الامتحان. لماذا؟ ليجعلك تدرس أكثر وتقرأ المقرر كاملا، وفي النهاية يأتيك بضع أسئلة. إذن هذا الأستاذ يريد لك الخير، يريد لك مزيد من المعرفة والعلم، لذلك يخفي عنك السؤال. كذلك الله سبحانه وتعالى أخفى عنا هذه الليلة لنجتهد طيلة شهر رمضان، فكلما اجتهدت أكثر كلما أخذت من الأجر أكثر أيضا أخي الحبيب. الآن أيها الأحبة، لماذا هذه الليلة خير من 1000 شهر؟ 1000 شهر بالحساب تساوي 83 سنة وأربعة أشهر تقريبا. تصور أن هذه الليلة أخي الحبيب، يعني سأضرب لك مثالا، إذا قمت اليوم في هذه الليلة المباركة وصليت ركعتين لله، وقفت بين يدي الله بإخلاص بتجرد، صلاة مودع، تقول هذه آخر ركعات سأصليها من الدنيا، سأتوجه إلى الله بإخلاص وسأصلي ركعتين، هل تعلم هاتين الركعتين كم تساوي؟ كأنك صليت 83 سنة وأربعة شهور كل يوم ركعتين. تصور أخي الحبيب، يعني 30,000 ضعف، 30,000 ضعف، كأنك صليت 83 سنة وأربع شهور كل يوم ركعتين.
إذا قلت قررت اليوم أن تقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة فقط، إذا صادفت ليلة القدر وقلت هذه لتضمن ذلك، قل هذا كل ليالي رمضان، قل هذا الذكر كل ليالي رمضان. فإذا صادفت أن هذه الليلة هي ليلة القدر، فكأنما قلت هذا الذكر لمدة 83 سنة وأربعة أشهر. إذا قلت سبحان الله وبحمده، النبي تعهد لنا، قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فتخيل إذا قلت سبحان الله وبحمده مرة واحدة، فكأنك قلتها 30,000 مرة. سبحان الله، أجر عظيم جدا، أرجو ألا تنسوه أيها الأحبة. الآن قضية الرزق، هل تقسم أرزاق العباد في هذه الليلة؟ نعم أيها الأحبة، أرزاق العباد تقسم في هذه الليلة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل رزقنا في السماء. انظروا معي ماذا يقول رب العالمين. أولا، هذه الحقيقة ينبغي ألا ننساها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن الرزق والقدر موجود في السماء وليس على الأرض. وفي السماء رزقكم وما توعدون، إذن القرار يؤخذ، يعني أنا أحب دائما الأمثلة، مدير شركة عندما يحب أن يكافئ موظف، القرار أين يكون؟ يكون عنده وليس عند الموظف. فعندما يقرر هذا المدير أن يكافئ فلان أو يعطي فلان أو يكرم فلان، القرار عنده. كذلك الله عز وجل جعل قرار الرزق في يده في السماء، وفي السماء رزقكم. في هذه الليلة تقدر فيها الأرزاق، لأن الرزق ينزل من السماء، سميت ليلة القدر. القدر يعني كل ما تتصوره من قدرك يقدر ويكتب في هذه الليلة، ويفصل ويفرق في هذه الليلة. الله عز وجل يقول أيضا فابتغوا عند الله الرزق. إذن الرزق عند الله وليس عند فلان أو فلان. الذي يرزقني ليس فلان وفلان، الله هو الذي يقرر، ولكن هؤلاء هم وسائل وأسباب. عملك هذا وسعيك في الدنيا هي وسائل أخي الحبيب، أما القرار في الأعلى عند الله سبحانه وتعالى. هنا أيها الأحبة أيضا آية مهمة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إذن انظروا هنا ذكرت كلمة قدر. ما معنى قدر؟ يعني الله ينزل الرزق بحسابات دقيقة مقدرة ومحسومة مسبقا. لا تتعب، فقط اطلب الرزق من الله، ابتغي الرزق من الله، لا تذهب إلى فلان وفلان. الله سيسخر لك الكون، ذرات الكون والكائنات كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق. فابتغوا عند الله الرزق. هنا أيها الأحبة الآية التالية، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. إذن هناك رزق في السماء يقرر وينفذ على الأرض. إذن القرار فوق في الأعلى والتنفيذ في الأرض. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هناك آية عظيمة، الله سبحانه وتعالى يقول الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هذه الآية مهمة جدا، كررها 7 مرات من أجل الرزق الوفير إن شاء الله سبحانه وتعالى. والآن أيها الأحبة دعوني أذهب معكم مباشرة إلى المعجزات الرقمية الهائلة التي تتجلى في هذه السورة العظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينزل شيئا ولا يضع فيه دليلا ماديا على صدق هذا الأمر وعلى أنه هو منزل هذا القرآن. هناك بصمة إلهية أيها الأحبة موجودة في هذه السورة المباركة، لأنها تتحدث عن إنزال القرآن وتشير إلى العدد 27. نحن نعلم أن ليلة القدر غالبا تكون هي ليلة 27، لذلك انتبه أخي الحبيب، هذا أمر خطير، قد تكون حياتك ومصيرك ورزقك يتحدد في هذه الليلة. لذلك أنا دعوني أذهب معكم إلى هذه الأسرار الرقمية المذهلة التي تتجلى في سورة القدر. لأول مرة سنعيش معها إن شاء الله، لنثبت أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولنكتشف عجائب كثيرة جدا. ولغة الأرقام تشير إلى أن هذه الليلة هي ليلة 27، ولكن الله أخفاها عنا لنعمل أكثر ونتأمل أكثر ونتفكر أكثر ونأخذ مزيدا من الثواب.
أول مرة ذكر إنزال القرآن في القرآن في هذه الآية أيها الأحبة، الآية 185 من سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هذه الآية تحدثت عن إنزال القرآن في شهر ماذا؟ شهر رمضان. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هذه أول مرة يشير الله سبحانه وتعالى إلى إنزال القرآن في شهر رمضان. الآية الثانية التي يجب أن نتفكر فيها، لأن الإعجاز يقوم على هذه الآيات التي تحدثت عن هذا الشهر وهذه الليلة بالذات. الله تعالى يقول في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن هي ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن أمور العباد تفصل في هذه الليلة. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. إذن هذه الليلة فيها الرحمة. فإذا كنت أخي الحبيب متضايقا من شيء، الله يرحمك في هذه الليلة. إذا كان لديك هم وضيق وضاقت بك الدنيا، هذه الليلة ليلة الرحمة، سيوسع الله سبحانه وتعالى عليك في هذه الدنيا ويقضي لك حوائجك. إذن هذه الليلة هي ليلة الرحمة. أخيرا أخبر الله أنه أنزل القرآن في ليلة اسمها ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ إذن القرآن أنزل في ليلة القدر. انتبهوا معي أيها الأحبة، رجاء سنكتشف إعجازا لطيفا جدا يدل على أن هذا القرآن لم يحرف. يعني الآن إذا سألك ملحد ما هو دليلك على صدق هذا القرآن، هذا دليل مادي يتجلى أمامنا في هذه الليلة المباركة. انظر معي أيها الأحبة، لماذا الرقم 27؟ نحن نعلم أن الرقم 27 ارتبط بسورة القدر منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من اجتهد ورأى أنها ليلة 27. هل حدد العلماء بالفعل موعد ليلة القدر؟ أقول لا، لم يستطع أحد أن يحدد بدقة متى هي ليلة القدر. كل الفيديوهات التي ترونها والأبحاث والدراسات كلها اجتهادات شخصية تخص أصحابها، قد البحث قد يصيب وقد يخطئ. الليلة لا يعلمها إلا الله، ولكن هذه الإشارات الرقمية تجعلنا نرجح أن تكون هذه الليلة هي ليلة 27 من خلال ما سنراه من حقائق تتعلق بكلمة هي. هنا أيها الأحبة، سلام هي حتى مطلع الفجر. انتبهوا معي، كلمة هي كم هو رقمها؟ أولا نحن نعلم أن أشهر السنة عدد أيام الشهر 30، عدد أيام الشهر 30 يوما، وهذه السورة تتحدث عن إنزال القرآن في شهر رمضان، وذكر فيها كلمة شهر خير من ألف شهر، وعدد أيام الشهر 30. فعدد كلمات هذه السورة دعونا نكتشف معا: إنا واحد، أنزلناه اثنان، في ثلاثة، ليلة أربعة، القدر خمسة. أنا سأعد مباشرة: 6 7 8 9 10 11 12، خير 13، من 14، ألف 15 16 17، الملائكة 18، والروح 19، فيها 20، بإذن 21 22، ربهم 23، من كل 24، أمر 25، سلام 26. هنا دققوا معي أيها الأحبة، إذن سلام 26، هي رقمها كم؟ 27. كلمة هي 27. هذا الترتيب ليس عبثا، حتى 28 مطلع، 29 الفجر، 30. إذن 30 كلمة بعدد أيام الشهر بالضبط. يعني هل هذا بالصدفة جاء أم أنه محكم مقدر من الله سبحانه وتعالى؟ دقق معي أخي الحبيب، 30 كلمة هي 30 ليلة، وليلة وكلمة هي جاء رقمها 27. كأن الله يريد أن يقول لك: انتبه أيها الغافل، أيها العاصي، أيها المذنب، يا قاطع الرحم، يا من ظلمت نفسك وقصرت في حق نفسك، انتبه، هذه الليلة على الأرجح أنها ستكون ليلة القدر. لذلك اعمل وادعو الله وقم الليل واستمع إلى القرآن، وحاول أن تطلب من الله ما تريد، لأن أبواب السماء مفتوحة، الملائكة تتنزل، الرحمات تتنزل، والقرار عند الله سبحانه وتعالى. فتقرب إلى الملك لكي يقربك له ويحل مشاكلك ويكتب لك الرزق وسعة العيش
ويكتب لك الشفاء إن شاء الله، نسأل الله العافية. الآن أيها الأحبة، عدد حروف اللغة العربية 28 حرفا، حروف اللغة 28 حرفا، كم حرفا استخدم في سورة القدر؟ دقق معي أخي الحبيب لتعلم أن القرآن لم يحرف. سورة القدر تتركب من 23 حرفا، وهناك 5 أحرف لم تذكر، وعدد آيات السورة 5. إذن 23 حرفا ركب الله منها هذه السورة التي تتحدث عن إنزال القرآن. طب لماذا العدد 23؟ لماذا اختار الله لهذه السورة ليركب كلماتها؟ اختار من اللغة، لم يختار 28 حرفا وليس 24 وليس 22، اختار 23 حرفا، لأن القرآن نزل على 23 سنة. انتبه أخي الحبيب، إنا أنزلناه، هل نزل فجأة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو نزل جملة واحدة، أم نزل عبر 23 سنة؟ 23 سنة. إذن القرآن نزل عبر 23 سنة، والله سبحانه وتعالى استخدم 23 حرفا ليركب لنا سورة القدر التي تتحدث عن إنزال القرآن. سبحان الله، والله شيء عجيب. يعني أنا من الأمور التي يعني جلدي يقشعر عندما أرى هذه الحقائق. وهنا أنا وضعت لكم أيها الأحبة بالتفصيل، حرف اللام تكررت 19 مرة، هو الأكثر تكرارا لأنها ليلة القدر، مع العلم أنه في سور القرآن حرف الألف يكون غالبا أكثر تكرارا، هنا حرف اللام ليشير لك إلى أول حرف من كلمة ليلة، فكرره 19 مرة. والعدد 19 تعلمون عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم، عليها 19 إلى آخره. حرف الألف تكرر 16، حرف الياء 10، حرف الراء 10، وهكذا 23 حرفا، وهناك 5 أحرف لم تذكر، الثاء والصاد والضاد والطاء والظه والحرف الأخير هو حرف الغين. نعم، الظه والغين. طيب الآن أحبتي في الله انتبهوا معي، السورة تتألف من 30 كلمة بعدد أيام الشهر، والكلمة رقم 27 هي كلمة هي إشارة إلى ليلة القدر، وعدد الحروف الأبجدية التي تركبت منها هي نفس عدد سنوات القرآن 23. سبحان الله، يعني نفسه، هذا تقدير الملك سبحانه وتعالى. الآن أحبتي في الله، عدد الحروف التي تركبت منها سورة القدر 23 بعدد سنوات نزول القرآن، والسورة تتحدث عن إنزال القرآن، يعني التأمل الربط والتناغم والانسجام. عدد كلمات السورة 30 بعدد أيام الشهر. ليلة القدر هذه العبارة عدد حروفها 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذن ليلة القدر، ليلة 4 والقدر 5 المجموع 9. هذه العبارة تكررت 3 مرات، فتسعة زائد 9 زائد 9 يساوي 27. يعني هنا أيها الأحبة انتبهوا معي، هذه هي المرة الأولى ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، هي 9 إضافية 18، ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن 3 مرات، هنا 9، هنا 9، وهنا 9، وهنا 9. إذن ليلة القدر، حروف ليلة القدر سورة القدر عددها 27، نفس موعد ليلة القدر على الأرجح. سبحان الله، يعني شيء مذهل والله أيها الأحبة. رقم كلمة هي هو 27 بين عدد الكلمات. الآن رقم كلمة هي من آخر القرآن، كلمة هي لو عددنا من هي إلى آخر القرآن، يعني من هي إلى بداية سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر 27 كلمة، ومن كلمة هي إلى آخر القرآن لدينا 27 ضرب 18، أيضا مضاعفات العدد 27. سأشرح لكم هذه الحقيقة التي أذهلتني أنا شخصيا، يعني وجزى الله سبحانه وتعالى كل من ساهم في تأليف وإعداد هذا البحث. أحبتي في الله انتبهوا، هنا سورة القدر، هذه سورة القدر، وهذه سورة الناس، طبعا هنا القرآن الكريم. سورة القدر هنا فيها كلمة هي، سلام هي حتى مطلع الفجر، هذه الكلمة ترتيبها 27 من عند إنا أنزلناه في ليلة القدر لعند كلمة هي، كم ترتيبها 27. الآن هذه الكلمة لو عددنا الكلمات من كلمة هي إلى آخر القرآن إلى سورة الناس، سنجد أيضا عددا
هو 27 ضرب 18. 27 ضرب 18، انظروا إلى هذا التناسق العجيب. والعدد 18 هو عدد السور من سورة القدر إلى سورة الناس. من سورة القدر هنا القدر إلى سورة الناس هناك 18 سورة. وكلمة هي هنا لو عددنا الكلمات من عندها إلى آخر القرآن إلى كلمة الناس من الجنة والناس نجد عددا يساوي 27 ضرب 18 كلمة، أيضا مضاعفات 27 والعدد 18 هو عدد السور. إذن هذه الكلمة موضوعة بدقة عبر آيات القرآن وكلماته ومرتبة بشكل دقيق بحيث تأتي هذه الأرقام كما نراها. سبحان الله. إذن كلمة هي عدد الكلمات قبلها لبداية سورة القدر 27 وعدد الكلمات بعدها مضاعفات 27. سبحان الله. إذن وكأن الله يريد أن يقول لك انتبه، إنها ليلة 27 ولكن أخفاها الله عنا لكي نجتهد أكثر. سبحان الله. الآن أيها الأحبة، أنا هنا يجب أن أتأمل معكم هذه الحقيقة الرائعة. ذكر إنزال القرآن في ليلة مباركة في سورة الدخان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن تحدث القرآن عن إنزال القرآن في ليلة مباركة في سورة الدخان، وتحدث عن إنزاله إنا أنزلناه في ليلة القدر في سورة القدر. هاتان الآيتان لا يوجد غيرهما في القرآن. طبعا هناك آيات تحدثت عن إنزال القرآن شهر رمضان كذا، أما الليلة إنزال القرآن في ليلة القدر وليلة مباركة لا يوجد غير هاتين الآيتين. كم عدد الآيات من هذه الآية إلى هذه الآية؟ نحن طبعا حسب تسلسل القرآن لدينا هنا بسم الله الرحمن الرحيم رقمها 1، الحمد لله رب العالمين 2، وهكذا حتى نصل إلى إنا أنزلناه في ليلة القدر رقمها 4417. ترتيب هذه الآية 4417 حسب تسلسل آيات القرآن، وترتيب هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر 6126. لو عددنا الآيات من هذه الآية إلى هذه الآية نجد 1710 آية. ماذا يساوي هذا العدد؟ انظر أيها الأحبة، عدد الآيات من إنا أنزلناه في ليلة مباركة إلى إنا أنزلناه في ليلة القدر، عدد الآيات يساوي 114 عدد سور القرآن، عدد سور القرآن. والآيات تتحدث عن ماذا؟ عن إنزال ماذا؟ القرآن الذي عدد سوره 114، هذا رقم ثابت مضروب بخمسة. إذن 114 هو سور القرآن، والعدد خمسة هو عدد آيات سورة القدر خمس آيات، والعدد ثلاثة هو عدد مرات كلمة القدر أو ليلة القدر تكررت 3 مرات. كلمة القدر أو ليلة القدر تكررت 3 مرات. إذن الله عز وجل عندما وضع إنا أنزلناه في ليلة مباركة هنا في القرآن ووضع إنا أنزلناه في ليلة القدر، عدد الآيات جاء متناسقا مع عدد سور القرآن ومع عدد آيات سورة القدر ومع العدد 3 تكرار ليلة القدر في سورة القدر. سبحان الله. الشيء المذهل أيها الأحبة أننا لو قمنا بعد الكلمات الآن، يعني هناك عددنا الآيات، هنا سنعد الكلمات من أول القرآن من كلمة بسم رقمها 1، الله رقمها 2، الرحمن 3، الرحيم 4، الحمد 5، لله 6، ربي 7، العالمين 8، وهكذا حتى نصل إلى آخر آية في سورة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر. رقم هذه الكلمة سيكون 76950. هذا العدد انظروا ماذا يساوي أيها الأحبة، 114 عدد السور في 27 ليلة القدر في 5 في 5، وهنا الرقم 5 يشير إلى عدد آيات سورة القدر وعدد كلمات أول آية وآخر آية منها. إنا أنزلناه في ليلة القدر 5 كلمات، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر 5. سبحان الله. كتاب أحكمت آياته. أكرر أيها الأحبة، من عند أول كلمة في القرآن إلى نهاية سورة الفجر من هنا إلى هنا أيها الأحبة عدد الكلمات يساوي 114 عدد سور القرآن في 27 ليلة القدر في 5 في 5،
تشير إلى عدد آيات سورة قدر. سبحان الله، يعني دقة والله ليس بعدها دقة على الإطلاق أيها الأحبة. وأنا هنا جئت بصورة من البرنامج، برنامج إحصاء القرآن. هنا أنا حددت الآيات من أول آية بسم الله الرحمن الرحيم إلى نهاية سورة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فكان عدد الكلمات 76,950، وهذا ناتج الحساب يساوي 114 ضرب 27 ضرب 5 ضرب 5. يعني انظروا أيها الأحبة عند سلام، يعني من أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بدأنا نعد الكلمات هكذا حتى وصلنا إلى سلام هي حتى مطلع الفجر، كان عدد الكلمات 114 في 27 في 5 في 5 عفوا، عدد سور القرآن في ليلة القدر 27 في 5 في 5، عدد كلمات آية سلام هي حتى مطلع الفجر وآية إنا أنزلناه في ليلة القدر 5، وعدد آيات السورة أيضا 5، سورة القدر آياتها 5 أيضا. سبحان الله. الآن أحبتي في الله سنأخذ حقيقة مذهلة جدا، ماذا عن أول آية ذكرت إنزال القرآن؟ نحن تحدثنا هناك عن إنزال القرآن في ليلة مباركة، الآن سنتحدث عن إنزال القرآن بشكل عام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه أول آية تتحدث عن ماذا؟ إنزال القرآن. آخر آية في القرآن تتحدث عن إنزال القرآن هنا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هذه آخر آية تتحدث عن إنزال القرآن في سورة الإنسان، ورقمها 23 هو عدد سنوات نزول القرآن، عدد سنوات الوحي. طيب الآن عدد حروف كلمة قرآن، يعني قاف راء ألف نون، عدد حروف كلمة قرآن أحبتي في الله كم حرفا من شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا؟ لو قمنا بعد بين هاتين الآيتين عددنا فقط حرف القاف وحرف الراء وحرف الألف وحرف النون كلمة قرآن، نجد العدد 91,770 يساوي 114، عدد السور في 23 سنوات الوحي في 5 في 7، ونحن نعلم إعجاز الرقم 7 في القرآن، والعدد 5 يتعلق بماذا أيها الأحبة؟ بليلة القدر. سبحان الله، والله أنا أمام هذه الحقيقة لا أملك إلا أن نقول سبحان الله. والآن أيها الأحبة دعوني أكرر هذه الحقيقة العجيبة باختصار شديد. أول آية تحدثت عن إنزال القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هنا أيها الأحبة دعوني أشرح لكم هذه الحقيقة. هنا لدينا أول آية تحدثت عن إنزال القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وآخر آية تحدثت عن إنزال القرآن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إذن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. لو جئنا بهذه الآيات جميعا كلها من هنا إلى هنا، تمام أيها الأحبة، وعددنا حروف قاف وراء وألف ونون، ماذا؟ ما هذه الكلمة قرآن؟ عددنا حروف القاف والراء والألف والنون في جميع الآيات، من الآية الأولى التي تحدثت عن إنزال القرآن إلى الآية الأخيرة التي تحدثت عن إنزال القرآن، نجد عدد حروف كلمة قرآن 114 مضروبة في، اللهم صل على سيدنا محمد، مضروبة في 23 مضروبة في 7 مضروبة في 5، 114 عدد سور القرآن، 23 عدد سنوات نزول القرآن، والعدد 5 عدد آيات سورة القدر، والعدد 7 معروف العدد الكوني لأن القرآن نزل من السماء السابعة من اللوح المحفوظ، فهنا إشارة إلى نزول القرآن من السماء السابعة. سبحان الله، كله محسوب أيها الأحبة. الآن سر يحير العقول، لكي لا أطيل عليكم أحبتي في الله، هذه الحقيقة مهمة جدا وأنا شخصيا أبهرتني. من أول سورة القدر إلى آخر القرآن استخدم الله لبناء هذه السور 27 حرفا. سبحان الله، يعني من أول سورة القدر أحبتي في الله إلى آخر القرآن قلنا 18 سورة، من سورة القدر إلى سورة الناس، الحروف الأبجدية التي تركبت منها ليست 28 حرفا، حروف اللغة
بل 27 حرفا. انظروا معي هنا، هذه هي الحروف 27، وهناك حرف واحد لم يستخدم هو حرف الظاء. يعني يمكن أن أشرح لكم هذه الحقيقة إذا اعتبرنا أن سورة القدر هنا سورة القدر وهنا سورة الناس. هذه السور كلها، كل هذه السور أيها الأحبة، ركبها الله من 27 حرفا هجائيا، نفس تاريخ ليلة القدر. يعني من عند سورة القدر إلى آخر القرآن يوجد 27 حرف هجائي، حرف الظ غير مستخدم. طب لو حدث تحريف في القرآن، لو أن أحدا أضاف جملة أو حذف جملة لاختل هذا البناء العددي العجيب أيها الأحبة. الآن من أغرب ما رأيت حقيقة، من أغرب ما رأيت أن حروف ليلة القدر من سورة القدر إلى آخر القرآن تساوي 114 في 7 في 2. 114 يعني عدد سور القرآن، في 7 إشارة إلى السماء السابعة التي نزل منها القرآن، في 2 ليلة القدر، 2 ليلة القدر. طيب سأشرح هذه الحقيقة أيها الأحبة، انتبهوا معي هنا. إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر القرآن، إلى آخر القرآن من الجنة والناس. لدينا 27 حرف هجائي نفس تاريخ ليلة القدر على الأرجح، وهنا هذه هي الحروف ألف لام ياء، وكل حرف كم مرة تكرر. الآن تكرار حروف ليلة القدر، اللام تكرر هنا أيها الأحبة، انظروا معي 255 مرة، هنا 255 زائد الياء، الياء تكرر 165 مرة هنا أيها الأحبة، الياء هذا هو الياء 165. اللام الثانية 255 نفس هذه اللام طبعا مكررة، والهاء تاء المربوطة أو الهاء 123 مرة هنا، الهاء الهاء 123. هذه هي ليلة، هذه حروف لا إي لت، تمام. الآن القدر، الق دال 63، وين 63؟ هنا أيها الأحبة، هذا هو حرف الدال 63، وآخر حرف هو الراء 100، هذا هو حرف الراء هنا أيها الأحبة، هذا هو حرف الراء. إذن من سورة القدر إلى آخر القرآن، من سورة القدر إلى سورة الناس، لو قمنا بعد حروف ليلة القدر، يعني ما تحويه هذه الآيات والسور من حروف ليلة القدر، نجد بالضبط 114 مضروب في 7 مضروب في 2. سبحان الله، يعني السورة تتحدث عن ليلة القدر، وضعها الله في موضع بحيث أننا إذا قمنا بعد حروف ليلة القدر، هذه الحروف التسعة ليلة القدر، تكرار هذه الحروف من سورة القدر إلى آخر القرآن كم؟ يعطينا عدد 1596 هنا، يساوي عدد سور القرآن 114 في العدد 7 في العدد 2، والسبعة قلنا السماء السابعة. قد يقول قائل هذه مصادفة، دعوني أتأمل ما هو أعجب من ذلك أيها الأحبة. سنبحث الآن عن حروف كلمة ليلة وحروف كلمة القدر بنفس المنهج، ونرى هل يبقى هذا القانون منطبقا. هنا أحبتي في الله، حروف ليلة يساوي 114 في 7 بالضبط، سبحان الله. يعني من سورة القدر إلى آخر القرآن كما نرى أمامنا هنا أيها الأحبة، نعتبر أن سورة القدر هنا، وهنا مثلا سورة الناس، سورة الناس. لو قمنا بعد حروف ليلة، لام ياء لام هاء، كما رأينا اللام 255، الياء 165، اللام الثانية نفسها، والهاء 123، المجموع 798، يساوي 114 عدد سور القرآن مضروبا في الرقم 7. طيب ماذا عن كلمة القدر؟ يعني كلمة ليلة تكرار حروفها 114 في 7، كلمة القدر نفس الشيء. سبحان الله، يعني سبحانك يا رب، والله الشيء يقشعر منه البدن حقيقة. يعني حروف كلمة القدر، القدر من سورة القدر إلى آخر القرآن تساوي 114 مضروبا في 7، نفس الرقم تحديدا. يعني هذا منتهى الإعجاز أيها الأحبة لمن يفهم لغة الأرقام. يعني كيف تركبت هذه الحروف؟ العقل حقيقة يتوقف. انظروا أيها الأحبة، كلمة القدر هنا الألف تكررت 347 مرة،
هذا هو أيها الأحبة هنا 347، واللام 255 كما رأينا، والقاف 33، هذا هو القاف هنا 33، والدال 63، والراء 100، هذه هي الراء 100 هنا. المجموع 798 يساوي 114. طيب كيف انضبطت هذه الأعداد بالضبط؟ ليلة تساوي 114 في 7، القدر 114 في 7، وال114 هي عدد سور القرآن ليس رقم عشوائي، والرقم 7 هو السماء السابعة. كأن الله يريد أن يقول لك أيها الملحد، ألا تقتنع أن الله هو الذي أنزل هذا القرآن المؤلف من 114 سورة من السماء السابعة في ليلة القدر؟ يعني هذا ترجمة بلغة الأرقام. والله أيها الأحبة، أي إنسان لديه ذرة يعني علم لا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة، وسيشهد بأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. الآن أيها الأحبة، لكي لا أطيل عليكم لأن الحقائق العددية كثيرة جدا، ولكن أحب أن أختم وأذكر أحبتي في الله، دائما الله يريدك أن تتقرب منه، دائما الله يريدك أن تكون قريبا منه. لذلك قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. سبحان الله، سبحان الله، الملك يدعوك أنت أيها الإنسان الذي لم تكن شيئا وحقيقة لا تساوي شيئا أمام هذا الكون، الله يدعوك أن تستجيب له. طيب ما هذه الرحمة، ما هذه العظمة الإلهية؟ سبحان الله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذلك أيها الأحبة، يجب علينا أن نستجيب لله سبحانه وتعالى، وأن نكثر من الدعاء في هذه الليلة المباركة، ليلة قضاء الحوائج. وأذكركم بهذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به حبيبكم عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة العظيمة أن يغفر ذنوبنا ويقضي حوائجنا ويقدر لنا من الأعمال ما يحبه ويرضى، وأهم شيء نسأله أن يتوفانا مسلمين، أن يتوفانا على الإيمان، ألا يجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أن يجنبنا الشر، وأن يشفينا من كل مرض، وأن ينعم علينا من بركات السماوات، من رزق الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة، أن ينزل علينا من رحماته ورزقه ويقدر لنا كل خير، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل الإخلاص في هذا العمل، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.